دكتور أشرف عبدل قادر، أنا أستاذ جراحة تجميل بكلية الطب بجامعة الأزهر بنين. حب أن أنا أكلم زملائي الأطباء اللي هم الصاعدين بقى الواعدين الرايزنج ستارز اللي هيبقوا إن شاء الله ليهم مستقبل. وانت دايما في العيادة ويجي لك بيشنت، حاول دايما ان انت تسمعه الاول قبل ما تديله رأيك في الشكوى اللي هو بيجي لك بيها، بحيث ان انت لازم يعني تديله الثقة، يبقى فيه ثقة متبادلة بينك وبينه، وخصوصا البيشنت اللي بيجي asking for a rhinoplasty breast patient جاية for breast، لان بالنسبة للبنات لما بيجوا بيبقوا مور شاي ان هم يتكلموا على البريست بروبلم. في بعض البيشنت بيبقى عندهم البريست فيري سمول سايز بريست، في توتك بريست، في ساجينج بريست، بعد عمليات الحمل والولاده والرضاعه بيبقى في نوع من الشاينس بالنسبه للبيشنت ان هي تتكلم مع، فلازم تديها سيلف كونفيدنس الاول ان هي شي كان سي وات شي وونت، وبعدين انت تبتدي تعرف اذا كان هل البريست داون وي نيد تو دو اونلي بريست ليفت يعني جاست ماست بيكسي، ولا سمول سايز وي نيد تو بوت ان امبلانت. اف يو وونت تو بوت ان امبلانت فطبعا الامبلانت ايذر يو بوت ات سب ميموري او يو بوت ات سب ماسكولر اكوردنجلي السيتويشن اللي انت بتشوفها. السايز دايما خليك في المودريت سايز، دي بخبره 40 سنه اللي فاتوا، خليك دايما في المودريت سايز، لان دايما البيشنت اللي بيبقى عندها سمول سايز بريست بتبقى نفسها في حاجه سو بيج، بس ما بمرور الوقت طبعا شي ويل جيت فيد اب منه، فمش معقول انك كل شويه تدخل البيشنت تعمل لها عمليه. فدايما خليك في المودريت سايز، يعني اللي احنا بنقول عليها السي سايز، ودي طبعا ليها كريتيريا ومعايير معينه. بالنسبه للماست بيكسي انت يعني ايذر ان انت ممكن تعملها سيركم ايريلر او عن طريق الفيرتيكال تكنيك او انفيرتد تي، وات ايفر السيتويشن اكوردنج لللينث بتاع البيديكل بتاعنا. ولكن النتائج بتاعتها لازم تعتمد ان انت بتحاول تو بريزيرف سنسيشن، تو بريزيرف الميلك داكس عشان خاطر جلاندز نفسها تكون في جزء منها متواجد وسليم، علشان الفيدنج لو تبقى بريست فيد بعد كده، يعني شي دازنت لوز ذيس امبورتنت ايتم. كل حاجه من الحاجات دي ان شاء الله ليها سيرتن كرايتيريا، وي كان توك اباوت ات ليتر ان شاء الله، ولكن لازم في الاول يعني تو بوت ان مايند ان انت يو لسن كيرفولي تو ذا بيشنت اند you put your input after what you hear from her and then you can proceed according to the scientific basis. شكرا جزيلا.